أيضا مما أحب التنبيه عليه فيما يتعلق بالنيل، بنهر النيل، أن هناك حكاية مشهورة عند المؤرخين، وهي أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما فتح مصر، كان وقت الفتح قريبا من وقت قلة تدفق النيل، وكان عندهم عقيدة كما في كتب التاريخ أنهم يأخذون شابة من أجمل النساء لم تتزوج وتلبس من الحلي والحلل ثم ترمى في النيل، ثم يعود النيل كما كان في قوة جريانه. فلما فتح عمرو رضي الله تعالى عنه مصر وافق دخوله أو قريبا من وقت دخوله أنهم أخبروه عن إلقاء فتاة شابة جميلة تلبس حلي وحلل وترمى في النيل وتسمى عروس النيل، فأبى عمرو أن يوافق حتى يكتب إلى الفاروق رضي الله تعالى عنه. هذه القصة مشهورة، وليس كل ما اشتهر يكون صحيحا، فهناك أحاديث تجري على الألسنة، ألسنة بعض الناس صباحا ومساء، تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا تصح، بل بعضها موضوع مختلق مصنوع. ذكر بعض المحققين أن هذه القصة مع اشتهارها لا تصح، حتى قال بعضهم وعمر أبعد نظرا من أن يكتب إلى عمر في مثل هذا. والمؤرخون الكبار قالوا إن الفراعنة اهتموا، أهل مصر اهتموا بأمر النيل وكتبوا فيه القصائد والألفيات، وذكروا وقت جريانه ووقت قلة الجريان والفيضان وأوصاف النيل وطول النيل، وذكروا جزئيات من النيل عن النيل. وهذه القصة التي رمي الفتاة لم تذكر عند المتقدمين، وبكل حال لا تصح هذه القصة، وإن صحت فبطلانها يغني عن إبطالها.